أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بيان حول حيثيات حادثة جنين رفحة اللي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية بالتحقيق في الواقع واللي تمثلت في تسليم أحد المواطنين رحم زوجته بدلاً من جنينها المتوفى. وبناء عليه تم تشكيل لجنة بدائية من صحة الحدود الشمالية ولجنة محايدة من صحة الرياض، فقد بدأت اللجان أعمالها في حينه ورفعت توصياتها لمدير عام صحة الحدود الشمالية حفاظاً على سلامة المرضى ومنعاً لتكرار تلك الأخطاء، وتضمنت نتائج إعفاءات وحسم وإنذارات شملت مدراء وموظفين في مستشفى رفحة. وينضم لي هاتفيا فهد العنزي مستشار المدير العام للإعلام الصحي بالحدود الشمالية. حياك الله أخوي فهد. أهلا وسهلا، رح فيك مرة أخرى الله يحفظك. حياك الله. ليتك تحدثني عن الإعفاءات ومتى ستطبق هذه العقوبات، بس أنا أبغى الإعفاءات أول، من شملت ومتى بيتم تطبيقها؟ أهلا وسهلا أخي العزيز. طبعا مبدأ الثواب والعقاب من أهم الوسائل لضبط الموظفين. ما حدث من قرارات صارمة في هذا الشأن يعني يعكس مدى اهتمام صحة الحدود الشمالية في هذا الأمر. لا، عندما يكون الموظف متميز يتم تكريمه، وعندما يكون لا يا فهد، لا فهد، لا يتم عقبته أيضا. وقف يا فهد هنا، لا 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 تمدح الحدود، لا تمدح صحة الحدود الشمالية. أمير المنطقة هو اللي حرص، ولا أنتم ما كان عندكم ذاك الحرص؟ معليش، لا الحرص موجود طبعا. وهذه ردة ما ودي أقول وش كنتوا تقولون لنا قبل الاتصال الهاتفي اللي في الحلقة ذيك اللي كنا نتكلم فيه عن الموضوع. أبغاك تخش لي في الموضوع مباشرة ولا تشكر صحة الحدود الشمالية، لأنه أمير المنطقة هو اللي تحرك هذا التحرك سواء معكم أو مع الجامعة أو كثير من الجهات اللي عندكم في الحدود الشمالية. تكلم لي عن الحالة لو سمحت. حنا نرحب بتدخل صاحب السمو الملكي وصاحب السمو يوجه الجميع طبعا. أيوة نعم أنا أيوة. بتحدث بس أنت للأسف ما تعطينا وصف للتحدث الله يحييك. فهد أبعطيك نعم. وقت، بس أنا أبيك تخش في موضوع الحالة هذه وش اللي صار فيها، بس أهم شيء عندي أنه ما تقول لي أنه صحة الحدود الشمالية كانت حريصة على الرجل، لأنه معنا زوج المرأة ترى، ها عشان أقول لكم الآن. الله محييه الله محييه. طيب خش. إحنا نتكلم عن العقوبات. العقوبات طبعا انقسمت إلى ثلاثة أقسام، منها إعفاء وبعض المدراء الإدارات، وفي حتم تم وفي إنذار تم. مين اللي يعفي؟ مين اللي تم إعفائه؟ تم إعفاء بعمرك مدير إدارة الجودة بالمستشفى، وتم إعفاء مدير حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى ومساعده. وتم إعفاء مدير إدارة المختبر بالمستشفى أيضا. ممتاز. طيب نعم. المتضرر زوج المرأة نعم. بيكون نعم. له تعويض في شيء له بيصير أو زوجته؟ طبعا حنا تحدثنا عن، إذا نتحدث عن الضرر لا يوجد ضرر مباشر، إنما حدث تحدث مثل هذه الأخطاء ويشعر الشخص المستفيد والله بالتأسف عشان هذه الأحداث. السرعة استجابة مثل هذه القرارات تبادل أنه بالغ الأثر الإيجابي للمجتمع والعائلة. طيب. والصحة والله لن تتهاون أو تجامل على حساب صحة المواطنين، حتى لو كان العقاب قاسيا بعض الشيء لا يوجد تعويض للمتضرر. طيب أنا معي، خليك معي محمد الشمري، أخوي محمد الشمري زوج المتضرر. حياك الله يا أخوي محمد. يا أهلا وسهلا، هلا بك يا أهلا. إن شاء الله المدام أمورها طيبة صحتها زينة. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. طيب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعني وقف معكم وقفة تستحقونها صراحة. والله لولا الله ثم وقفة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان. أيوة. والله ما كان الوضع يصير كما كن. أي. لأن أنا قدمت بلاغ واحد وبلاغين كلين على ذلك. أدري ما ولم يتم. يا محمد أنا هذا الكلام اللي أقوله الفهد، بس فهد يقول لا أن الشؤون الصحية هي اللي قامت وهي اللي عملت وهي اللي سوت، وانت تذكر من اول حتى كنت تقول لي يا عبد الله لا تذكر اسمي، خلوني محمد وبس. الان هذاك الامير وقف معك وجاك حقك وحق زوجتك. والله الله يجزاه بالخير، وهذا هو عزاء لولا الله ثم صاحب السمو الملكي امير حدود الشماليه. ايه؟ والله ما كان الوضع يصير كما هو. والله ايوه ما افلت صدورنا ولا ريح نفسياتنا ولا ريح الوضع الا وقفه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان، كثر الله خير وبيض الله وجهه، والله يكثر من امثاله من المسؤولين. يستاهل المدح، وانت تستاهل ان الواحد ينالك ويحرص عليك وعلى زوجتك، كنت واحد من عيال هذا البلد.
أخوي محمد كيف كان تعامل الشؤون الصحية معك من أول يوم قدمت البلاغ الأول والثاني والثالث؟ والله قدمت بلاغين، البلاغ الأول ايه؟ ولا صار فيه تجاوب حتى من مستشفى رفع اللي عندي ما صار فيه أي تجاوب ايه؟ غير أن الحدود الشمالية راح نكلم وراح نسوي ولا صار أي شيء نهائي. طيب يقول يا محمد فهد الحنسي يقول أنه حنا اللي سوينا. لا 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 الله سبحانه وتعالى ثم تدخل الأمير ايه؟ والله ما يصير أي شيء من اللي صار. ها يا فهد كله بصمة فهد ووسام على صدورنا تدخل الأمير اللي أنا لو قلت لك يا فهد لو قلت لك أنه أنا متحامل عليكم بتقول لي صح أنت متحامل علينا، بس الآن هذا الرجال زوج المرأة وهو اللي يتكلم. طبعا أنا أحترم الحوار وأداب الحوار وأتمنى عدم مقاطعتي يا أستاذ العزيز عندما أتكلم. حنا فهد ما حد قاطعك في تقصير يا أستاذ. أنا ما قاطعتك ترى لا لا قلت لك يا عبدي قلت لك يا فهد لا تشكر الشؤون الصحيه خش في الموضوع مباشره لان الشؤون الصحيه ما سوت شيء هذا كلامي. طيب اللي قلته انا بخش لك في الموضوع عرفت ولا لا؟ الحاله اول ما جت ما كان فيها انقاذ حياه يا اخي العزيز سام ما كان فيها انقاذ الحياه للسيده وتم انقاذ حياتها ولله الحمد. واجبك يا عبدي واجبك يا حبيبي ما في مشكله عرفت ايضا احنا نقول يعني الحين اذا دخلت انا المستشفى بتمسكوني تقول احمد ربك ترى احنا طلعناك الحمد لله دايم بس مو انتو هذا واجبك. شفت يا استاذ انك ما تعطي حتى مساحه للحوار. لا لا ما اعطي مساحه. طيب اسالني سؤال عشان ارد عليك واتمنى لا تقاطعني للاسف. اقول لك الان محمد الشمري يقول انكم ما سويتوا له شيء وهذا هو معنى بالخط ما هو انا اللي اقول. القرارات التي صدرت من صحه الحدود الشماليه اللجنه اللي منو اللي اصدرها الله يحفظك؟ اصدرت صاحب السمو الملكي حفظه الله وجه بتشكيل اللجنه وتابع اعمال اللجنه إيه؟ اللجنه هذه لو ما هي حريصه ما اصدرت هذه العقوبات القاسيه. اي بس التوجيه جاكم من التوجيه طبعا اللجنه البدائيه تكونت صحه الحدود الشماليه وجه سيدي صاحب السمو ان يكون في لجنه محايده من خارج المنطقه واللجنه اللي خارج إيه؟ المنطقه ايدت قرارات اللجنه الله يحيي. طيب قلت اللي عندك يا سيدي؟ لا ما قلت الى الان الله يحفظك. طيب قل لي سألتني عن تطبيق القرارات على المقصرين. ها؟ سألتني عن متى يتم تطبيق القرارات. اي متى طيب؟ يتم بشكل فوري من إدارة الموارد البشرية في المنطقة الله يحفظك. طيب الله يقويكم لا. شكرا لك يا فهد. الله يحفظك. وترى أنا ما في شيء شخصي بيني وبينك أنا والله ما في معرفة بيني وبينك ولذلك أنا ما في شيء شخصي بس حط هذا الموضوع دائما يعني أنا ما بيني وبين أي أحد أي مشكلة شخصية هنا أنا أدي شغلي وأمانة علي. وشكرا لك يا فهد ويعطيك العافية محمد. نعم طال عمرك. أنا شاكر لك وفرحان باللي حصل لكم. والله يجعل إن شاء الله آخر الأحزان. وأكرر طال عمرك إذا سمحت لي بس أكرر شكري لأمير المنطقة. أكيد من حقك. ابن خالد. ما تنام. سلطان كثر الله خير وبيض الله وجه. الله يكثر خير وأنا بقول رسالة بعد إنه الأمير هناك حتى الإعلاميين قاعدين يشعرون وراهم. الأمير ظهر لهم ويسندهم ويدعمهم ولذلك كثير من الإعلاميين في منطقة الحدود الشمالية يشكرون في الأمير هناك فبيض الله وجهه والله يحفظك ويحفظ المدام إن شاء الله من كل شر. الله يجزاكم بالخير وأنتم بعد ما قصرت والله يجزاكم ما لنا فضل هذا شغلنا لا والله فضل الله بعد أنتم لكم فضل كبير بعد الله الله يجزاك خير شكرا لك يا حبيبنا يعطيك العافية.